لكن في كل الأحوال بنشكره على المباركة، بنتمنى له التوفيق فيما هو قادم في مسيرته بإذن الله تعالى. دي جزئية أنا ما كنتش حابب أعلق عليها، بس لازم نعلق عليها عشان خاطر جمهور الأهلي يعني. ده فيما يتعلق بالشريف إكرامي. تعالوا بقى نحتفل بقى. تعالوا نحتفل حقنا. في عز ما الناس بتقول لك إيه؟ الأهلي فرقة فاضية. الأهلي فرقته فاضية مفيش حد. الأهلي بطل الدوري. تمام؟ في عز ما الناس بتقول لك الأزمة في المكتب مش في الملعب. الأهلي بطل الدوري. في كورونا الأهلي بطل الدوري، مفيش كورونا الأهلي بطل الدوري. في منافسة على الدوري الأهلي بطل الدوري. مفيش منافسة الأهلي بطل الدوري. في كل الأحوال الأهلي بطل الدوري. وأصبح عدم فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري ده حدث نادر، مع كامل الاحترام لكل الأندية وفي مقدمتهم نادي الزمالك وجمهوره بالمناسبة يعني. لكن احنا بنتكلم في واقع. الأهلي امبارح فاز بالبطولة رقم 42 ليه في بطولة الدوري الممتاز. فرق كبير قوي ما بينه وبين أقرب منافسيه القطب الثاني طبعا، ونادي كبير هو نادي الزمالك، عنده كام بطولة؟ 12 بطولة. لما تيجي كده تجمع هيتلعب كام نسخة من بطولة الدوري؟ 61 نسخة. الأهلي واخد 42، الزمالك 12، الإسماعيلي 3، والمقاولين 1، وغزل المحلة والأولمبي والترسانة كل واحد فيهم إيه واخد بطولة. هتجمعهم تقريبا هيطلعوا إيه؟ 19. يعني الزمالك وبقية الفرق دي قدروا إن هم يفوزوا بالدوري مع بعض 19 مرة، والأهلي 42. يعني هم حتى ما جابوش نص ألقاب الأهلي في بطولة الدوري، مع كامل الاحترام والتقدير ليهم. تمام؟ فهنا يوريك فرق وحجم النادي الأهلي وشكل المنافسة، والأرقام نفسها بتقول إن الأهلي بينافس نفسه. الأهلي بينافس نفسه، الأهلي بيحاول يكسر أرقامه القياسية اللي حققها قبل كده. فألف مليون مبروك لكل جمهور النادي الأهلي، لقب غالي متعود عليه النادي ومتعود عليه جمهوره، ويبقى الأهم بإذن الله تعالى بطولة دوري أبطال أفريقيا الصعبة اللي لازم نركز على الجزئية دي. أنت ممكن في مشوارك تخسر بطولات، لكن في نفس الوقت عندك الشخصية إنك ترجع وتكسب بطولات مهمة جدا. الأهلي قدر إن هو يفوز بالدوري، لكن عنده أهداف كتير جدا لسه مركز عليها، سواء مسؤولين، جهاز فني، لاعبين، قبلهم الجمهور اللي واقف ورا النادي في كل المناسبات. شفنا الحرب اللي اتعملت على النادي الأهلي، سواء السنة اللي فاتت واللي فاز بيها النادي الأهلي بطولة الدوري، أو السنة دي اللي ما كانش فيها منافسة واضحة قوي، يعني المنافسة كانت بعيد جدا، وده أمر واضح. الأهلي قبل النهاية بسبع جولات بيكسب بطولة الدوري. فده إن دل أيضا يدل على إيه؟ عن شخصية البطل. شخصية البطل، البطل اللي بيقدر يتعامل مع مختلف الظروف، سواء بتتمثل في هجوم إعلامي أو من بعض الإعلاميين برضو، ولا من كل التقدير والاحترام، أو تتمثل في إصابات، في رحيل بعض اللاعبين ومواقف صادمة منهم، كل هذه الأمور يعني. فأنت البطل، أنت اللي بتقدر تشتغل على نفسك، وأنت اللي بتقدر تحقق أهدافك، وأنت اللي بتقدر تفرح جمهورك. بطولة مهداة لجمهور الأهلي، وبالطبع مهداة لمؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، اللي بنتمنى له الشفاء العاجل، وأحد اللاعبين البارزين في تاريخ النادي الأهلي بالطبع، واللي قدر إن هو يحقق أرقام كتير مع الفريق.